يكون هو أول من يصل إلى المنحنى. كايدن جروفز في وضعية جدا ممتازة. هذا كيفن الأسترالي من فريق ألبسن. المحاولة جايكو العلا جرون ويجن الآن فيها تمركز. برافو جرون ويجن. فريق العلا يتعادل الآن مع الفريق الأنسكر. كوكستب يحاول أن يأتي من الخلف. كوكستب حذاري يا كوكستب. الآن ميرلير تم التقدم الآن في عملية الدوران والالتفاف. يحاول أن يلقى له مكان الآن. برافو يا سباستيان يبحث له عن مكان. ووضعية الاسبرنت واضحة الآن. انشوف برافو ألبسن كروفز كايدن في وضعية جدا مناسبة. جرون ويجن ديلان الآن في مكان مناسب الآن. وسباستيان مولانو فريق الإمارات الآن يحاول يأخذ المكان. يبحث عن المكان. برافو يا سباستيان. فرناندو غافيريا يحاول أن يتقدم الآن. يعيد نفس العملية. ولكن أين أنت يا غافيريا في الخلف. وفريق الإمارات يحاول أن يدافع الآن. يرفع سرعة أوليفيرا يحاول أن يسحب الآن في عملية السبرنت الآن. وأين أنت في عملية السبرنت. محاولة قوية من جليب وفريق أستانا. وهنا أولاف وتيم ميرلر. وأولاف وتيم ميرلر تيم وأرفيد وتيم ميرلر للمرة الثانية يبدو لي الآن في الصورة. يا لها من صورة يا له من إنجاز. نعم عملية السبرنت القوية التي انطلق فيها المرة هذه يعني شيء عجيب خيالي. تيم ميرلر مرة أخرى البلجيكي فعلها للمرة الثانية. رقم قياسي. أربع مراحل لهذا الدراج. لا يعترف بالأقوياء في السرعة النهائية. يعترف بقد الدراج. رقم صعب هنا في طواف الإمارات. تيم ميرلير هذا الدراج لها من إنجازات. نعم هذا الدراج علو كعب. اسم صعب. وصل إلى المركز الأول والآن يدخل في الريكورد في طواف الإمارات. 4 مراحل سرعة نهائية. شوف الانطلاقة. شوف تواجد جروفز كايدن جروفز جرون ويجن. وكان أيضا معه في المحاولة الدراج البرتغالي أوليفيرا. لم يجد الدراج مولانو. يبحث عن مولانو. أين أنت يا مولانو. مولانو متماسك خلف جليب. ولكن كان أولاف انطلاقة قوية. شوف أولاف كوي بالأصفر زفيزمع. ولكن أدى أرفت أيضا أذى الهولندي ليحقق المركز الثاني للمرة الثانية على التوالي. ولكن المركز الثالث يبقى مع البطل أيضا القادم. اليوم نقدر نقول للدراج الشاب من فريق تيم فيزما أولاف كوي كان بوضع جيد. ولكن فرض السيطرة للموهبة البلجيكية اللي فعلا فرض سيطرته وقوته بأدائه. فعلا دراج رائع. ترفع له القبعة. وللمرة الرابعة يفوز بمراحل طواف الإمارات ويعمل الريكورد كهو أول دراج يصل إلى الرقم 4 في هذا اليوم في هذا المنظر الجميل يا محمد جاسم. وإثارة جميلة أيضا مشاهدينا الكرام. كما تابعنا النهاية المثيرة بالنسبة لهذه المرحلة الرابعة في دبي من طواف الإمارات 2024. أيضا إثارة